طبعا هذا واجب ديال سميتو القنصل او ديال السفاره الدبلوماسيه المغربيه بشكل عام دعم الفرق الوطنيه اللي كتنقل خارج الوطن، وهذه ماشي اول مره كنقوموا بهذا الامر. ثانيا هذا من دواعي السرور ديالنا ان فريق وطني سواء الفريق الوطني او فريق محلي مغربي يجي، فهذا كيكون سميتو محل السرور ديالنا اننا نساندو، هذا واجب ديالنا. والان الحمد لله المباراه مرت في ظروف جيده نقدر نقول رياضيه، هذا هو الاهم، وجو اخوي، والفريق ديالنا الحمد لله كان اداء جيد على العموم، كان مزيان ومازال عنده حظوظ الحمد لله في مباراه الاياب. نتمنوا له كل التوفيق ان شاء الله، واظن انا عنده كل الحظوظ بحكم الامكانيات ديالو بالتاريخ ديالو والتجربه ديالو. ثانيا خصو يدافع هو على سميتو اللقب، نتمنى ان شاء الله تتويج ثاني يعني هذا السنه.